بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم متابعي وأوفياء قناة أندرويدي. بداية أهنئكم بحلول شهر رمضان، وأسأل الله أن يهله علينا وعليكم باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في تمام الصحة والعافية. ننتقل إلى موضوع حلقة اليوم، والذي سوف نشرح فيه عن كل ما يخص بنك بيزيرا والأمور المتعلقة ببطاقة فيزا كارد. أما بالنسبة لطريقة الحصول عليها فقد شرحت في فيديو سابق أحد الصفحات الموثوقة والتي تقدم لكم خدمة الحصول على هذه البطاقة بثمن مغري وفي متناول الجميع. رابط الفيديو سوف تجدونه في الوصف. لهذا إن كنت جديد معنا انضم إلى عائلة قناة أندرويد بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول. لا تنسى وضع لايك للفيديو، لأن اللايكات هو ما يحفزني على مواصلة رفع الفيديوهات والبحث عن كل ما هو جديد وأشاركه معكم. ولا تنسوا ترك آرائكم واستفساراتكم في التعليقات. تابع معي الفيديو إلى الأخير، لكن بعد فاصل قصير. بداية كتعريف بسيط لبطاقة فيزا كارد واستخداماتها. بطاقة الفيزا هي بطاقة بلاستيكية حقيقية وإلكترونية ترتبط مع الحساب البنكي الخاص بك، سواء بيسيرا أو أي حساب بنكي آخر. تساعد على استخدام المال المتوفر في الحساب البنكي في عمليات الدفع المباشر أو في العديد من عمليات الشراء والبيع عبر الإنترنت والعديد من الاستخدامات سنتطرق إليها لاحقاً. يمكنك الحساب البنكي من عمل تحويلات بنكية كاستقبال وإرسال أموال من حسابات بنكية إلى أخرى لأشخاص أو شركات، سواء كانت حسابات بنفس البنك أو في بنوك أخرى. الاستخدام الأساسي لبطاقة الفيزا كارد وهو الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، بحيث يمكن لحاملها إتمام أي عملية دفع إلكترونية يتم فيها طلب بطاقة فيزا، سواء كان هذا الدفع متعلق بعملية شراء من مواقع تسوق أو مواقع تعليمية أو تسديد اشتراكات أو غيرها من المواقع. يمكنك أيضا ربط البطاقة بحسابات بنكية افتراضية مثل البايبال أو سكريل أو غيرها من البنوك الافتراضية، حيث تقدم لك هذه البنوك خدمة مالية أخرى عبر الإنترنت. كذلك يمكنك ربط البطاقة بالحسابات الإعلانية في مواقع التواصل الاجتماعي لتتمكن من إنشاء إعلانات ممولة عبرها. يمكنك أيضا استخراج المال من أي صراف آلي ATM من كل بلدان العالم. من بين أحسن البطاقات الموجودة في العالم الآن وبمميزات رهيبة جدا هي المعروفة الآن بيسيرا فيزا كارد. كتعريف لبنك بيسيرا، هو بنك إلكتروني مقره في دولة ليطوانيا التابعة لدول الاتحاد الأوروبي، حيث تم إنشاؤه منذ حوالي أكثر من 10 سنوات لتسهيل عملية التحويلات المالية والمعاملات. يمنحك بنك بيسيرا بطاقة فيزا بسعر 11 أورو، لكنه مؤخرا قام بشطب الجزائر من قائمة الدول التي تمنح لها البطاقة. قرر البنك إيقاف إصدار البطاقة للدول العربية منها الجزائر، كون أن العرب يطلبون البطاقة ولا يستعملونها. لهذا أصبح طلب بطاقة بيسيرا مقتصرا على الدول الأوروبية فقط. ومن مميزاتها، تمكنك من الدفع عبر كل آلات الدفع الإلكترونية في المراكز التجارية أو الفنادق، وهي مقبولة في كل المواقع الإلكترونية وكل تطبيقات الهاتف. تستطيع حمل 10,000 يورو كحد أقصى للبطاقة. أما حدود السحب اليومي من الموزع الآلي وهو 600 أورو كحد أقصى كذلك. أيضا في حالة ضياع البطاقة أو تريد طلب بطاقة ثانية، يمكنك تجميد نشاط البطاقة من التطبيق الخاص بك فقط. مدة صلاحية البطاقة 4 سنوات، مع إمكانية تجديد البطاقة ل4 مرات أخرى. وعمر الحساب البنكي 20 سنة. الرسوم الشهرية على البطاقة 0.45 يورو، ولا توجد أي رسوم سنوية. يمكنك تحويل الأرصدة بين حسابات بيسيرا مجانا ودون دفع أي مقابل. لفتح حساب بنكي جديد وطلب البطاقة يجب توفر فيك بعض الشروط. أولا، يجب أن يكون عمرك من 17 سنة فما فوق.
ثانيا يجب أن تمتلك جواز سفر أو بطاقة تعريف بيومترية. ثالثا يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني، إيميل ورقم هاتف. رابعا يجب أن تمتلك هاتف ذكي لتحميل التطبيق الخاص بالبنك، وذلك لإدارة الحساب البنكي وحساب البطاقة. وطبعا لا ننسى أهم شرط، وهو أن يكون لديك عنوان أوروبي سواء في إسبانيا أو ليتوانيا أو أي دولة أوروبية. بمعنى إن لم يكن لديك عنوان أوروبي لن يرسل لك البنك هذه البطاقة إلى دولة الجزائر أو أي دولة عربية مباشرة. فإذا كنت تمتلك صديق أو فرد من عائلتك يسكن في أوروبا سوف تستطيع طلب هذه البطاقة بعنوانه، وثم يقوم هو بحد ذاته بإرسال لك البطاقة إلى الجزائر أو إلى أي دولة عربية وإلى عنوانك وتصلك بدون أي مشاكل. وهناك أيضا بعض الصفحات تقدم لك خدمة طلب البطاقة وتدفع بواسطة سي سي بي. وإن كنت تود الحصول على هذه البطاقة هناك أحد الأصدقاء أعرفه يقدم لك هذه الخدمة، سوف تجدون رابط صفحته أسفل الفيديو. إلى هنا إخواني وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى شرح اليوم يكون نال إعجابكم. فقط لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. أتمنى ألا تبخل علينا بلايك للفيديو، لأن اللايكات هم اللي يحفزوني على البحث عن كل ما هو جديد ومفيد لأشاركه معكم. أتمنى توصلوا الفيديو 50 لايك على الأقل. أي استفسار ضع تعليق. سلام.